صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي ستتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال ساعات نهار اليوم بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث تسود أجواء خمسينية، درجة حرارة عالية 30 درجة مئوية متوقعة، أتربة مثارة، الرطوبة متدنية 53%، أما الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. المنطقة الشمالية أجواء خمسينية مغبرة قرب 29 عفوا إلى 16، المفرق 29 إلى 16، جرش 28 إلى 16، عجلون 26 إلى 16. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 29 إلى 18، مأدبة 28 إلى 16، عمان 30 إلى 17، البحر الميت 25 إلى 23، الزرقاء 29 إلى 17 مع أجواء مغبرة. بالنسبة للمنطقة الجنوبية أيضا مغبرة في عموم المناطق، الكرك 25 إلى 15، طفيلة 27 إلى 15، معان 28 إلى 15، الشوبك 25 إلى 14، العقبة 33 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الشرقية أيضا أتربة مثارة، أرويشد 32 إلى 16، الصفاي 31 إلى 17، الأزرق 32 إلى 19. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.